منتدى الشباب المغربي الالفيه الثالثه الجهه الشوية ورديغا. ورمضان في البدايه رمضان مبارك سعيد. وتنبغي نشكر كل الناس اللي ساهموا في هذه العمليه وفرحوا الوليدات في هذه المناسبه ديال عيد الفطر. ولا راسهم رئيس المنتدى الشباب المغربي الالفيه الثالثه السي عبد العالي بن ناصر، والاخوان كاملين اللي ساهموا في انجاح هذا الحفل هذا. وعيد مبارك سعيد على جميع المسلمين والوليدات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدباب عبد الرحيم، رئيس نادي التلال، نادي التلال الجسكي، بلدية المنصورية، بتنسيق مع منتدى الشباب المغربي للألفية الثالثة ونادي التلال المنصورية، وبتنسيق مع نقابة الصحفيين بنفس إقليم، تبين لنا أننا نشارك فرحة العيد مع أبناء الشعب وأبناء اليتامى. بهذه المناسبة تنشكر جميع الإخوان اللي شاركوا واللي قاموا بمجهودات جبارة لنجاح هذه العملية. وفي نفس الوقت تنشكر تنهنئ صاحب جلالة الملك أمينة المال لمنتدى الشباب المغربي للألفية الثالثة. كنظموا واحد المبادرة للأطفال ديال جهة الشاوية ورديغة بمناسبة عيد الفطر، اللي كتضم 260 طفل. لحد الآن وصلنا 240 طفل. يعني هذه ماشي مبادرة الأولى، يعني عدة مبادرات غير بالنسبة لرمضان الكريم. يعني درنا هذه المبادرة ديال نفرحوا الوليدات ديال المنطقة، اللي سورتو الناس اليتامى، يعني الأطفال اليتامى، بأن نشوف لهم حويجات ديال العيد ونفرحوهم بالمناسبة. كلمة اللي سمعتوا توجه للوليدات الأيتام بهذه المناسبة؟ الوليدات بغي نقول لهم عيد مبارك سعيد، يعني واخا باقي الوقت ديالو، وان شاء الله احنا ديما معاهم، يعني في اي حاجه احتاجوها ماديا ولا معنويا، يعني مرحبا في اي وقت، احنا بابنا مفتوح لهم والساكنه ديال جهه الشاوية ورديغه، ماشي المنصوريه فقط ولكن الجهه ككل، الجهه المنظمه المغاربه والناس ديال رياضه الجيتسكي هما اللي سهروا على هذا النشاط. البلديه هذيك كتساند الجمعيات دائما، كنلقاو السند، يعني دائما البلديه المنصوريه دائما مع الشباب ديال المنصوريه في اي نشاط بغاو، يعني لاش المنتدى الشباب المغربي لا جمعيات اخرى، يعني دائما كاينه المسانده، دائما المسانده خاصه الشباب، يعني المسانده ديال الشباب في اي نشاط بغاو يديروه، يعني في جميع المجالات، ما كتحددش يعني تعاون هذا وما تعاونش هذا ولا تساند هذا، لا يعني ما كديرش الفرق، يعني الجمعيات ككل بالنسبه للمنطقه. وهذا النشاط علاش ما يكونش نشاط بالتنسيق مع البلديه ديال المنصوريه؟ احنا بغينا كمجتمع مدني يعني نكونوا صفه مباشره مع الناس ديال المجتمع المدني، جمعيات مع المجتمع المدني، يعني ما بغيناش ندخلوا البلديه و سورتو، لان في هذه الظرفيه يعني اي نشاط كتبغي ديرو كيبقاو، يعني سورتو الناس كيبقاو يقولوا راه حيت الانتخابات، حيت يعني ما كاينش علاقه الانتخابات بالانشطه اللي كنقوموا بها بتاتا، خصوصا نقطه حساسه سياسيا. هذا الشيء علاش فضلنا اننا نديروه كمجتمع مدني وجمعيات، يعني ما بغيناش ندخلوا المجلس البلدي في النشاط. الاعضاء ديال المنتدى ديال الشباب المغربي الالفيه الثالثه قشيه الشاويه ورديغه، حنا هنا كنقوموا بهذا النشاط هذا من اجل ادخال ولو قليل من الفرحه على السكان ديال جماعه المنصوريه، وخاصه الناس اللي هما في امس حاجه ليها. كنتمناو حنا كمنتدى بالتنسيق مع جوج ديال الجمعيات اللي هما نادي الشاطئ الدراجات الشاطئيه، وايضا النقابه الوطنيه الجهويه ديال بالسليمه المحمديه، كنتمناو اننا نكونوا عند دخلنا ولو القليل من الفرحه على هاد الناس هادو اللي هما اليوم جاو وثقوا فينا على اساس انهم باش ياخذوا هاد الهدايا البسيطه جدا اللي حنايا محضرينها لهم اليوم.
وليداتنا بنياتنا مرحبا بكم. غادي نديروا معكم واحد يعني واحد نعطيكم واحد الهدية رمزية باش أننا نشارك معكم فرحة العيد. إذا بسم الله الرحمن الرحيم. اولا رمضان مبارك سعيد بالصحه والعافيه وطول العمر ان شاء الله. حنا كنعيشوا الايام الاخيره ديال الاجواء الرمضانيه، ايام العواشر وايام ديال ليالي القدر. فبدايه كنحيي الوطنيه بريس وكنحيي زناتا نيوز على هذه البادره الطيبه اللي كيقوموا بها، لان لولا الصحافه لما كان الفن المغربي. فدائما كنشوفوا الصحافه الوطنيه كتواكب الانشطه اللي كيقوموا بها الاخوان، ودائما هي دائما وراء الفنان المغربي. بالنسبه لهذه الانشطه الاجتماعيه اللي كيقوموا بها الاخوان اليوم اللي شفناها ولا في هذه الايام من قبل هنا في مدينه المحمديه بالخصوص، لانني جيت هذه المره الثالثه لمدينه المحمديه ولا المنصوريه ولا النواحي ديال عمله المحمديه زناتها. فهذه البوادر الطيبه كنتمنى ما يكونوش غير في رمضان، لان الخير كيبقى دائما يعني ماشي غير في الاجواء الرمضانيه. وبهذه المناسبه كنحيي هذه الجمعيه على هذه البادره الطيبه اللي قاموا بها، ودائما حنا راه الاشاره ديال اي جمعيه واي عمل خيري فحنا راه الاشاره ديالو. فعواشر مبروكه بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله، وكنتمنوا من العلي القدير الله يحفظ الجميع وشكرا لكم. خص هذا النشاط اللي هو نشاط اجتماعي احساني اللي كتنظموا المنتدى ديال الشباب الالفيه الثالثه بشراكه مع نادي التلال، بطبيعه الحال بشراكه مع النقابه الجهويه للصحافه المغربيه بن سليمان المحمديه بوزنيقه. فهي بادره اللي خاصها تكون في مدينه المنصوريه، المدينه اللي كنعتبروا احنا مدينه على الورق. بطبيعه الحال 90% ديال الساكنه ديالها كلهم فقراء، يعني ما كيلقاوش حتى ما ياكلوا. دابا لا بليبار عايش غير بداك بوزروك ولا عايش بكذا، وعندهم مشاكل وعندهم معاناه على صعيد الجهه بحكم انهم تابع الجهه الشاويه ورضيغه، ولكن ما كيستافدوا منها حتى شي حاجه. من كل شيء المرافق الجهويه كاينه في السطات، لا في التعليم لا في الصحه لا في كذا، وهما كيمشيو كيسعاو المسائل الاجتماعيه ديالهم في مدينه المحمديه. عندهم مشاكل كيف كتعرفوا لا في النقل لا في كذا، لان المحمديه اللي ولات دوله ولات دايره حدود مع مدينه مع المنصوريه. فاحنا ارتئينا مع الاخوه ديال الصحفيين كاملين لا في المواقع الالكترونيه ولا في الجرائد الورقيه ولا في جميع المنابر الاعلاميه، بالاضافه الى فعاليات جمعويه، بالاضافه الى صحفيين اخرين غير منتمين للنقابه ديالنا بحال السي المامون بحال هذا. فطبيعه الحال كانت الرؤيه هو اننا نقوموا بهذا الواجب الانساني بمساعده بعض المحسنين اللي كنتمناو على اساس اننا نكونوا قدمنا ولو شيء بسيط لهاد الاطفال ديال المنصوريه. وشكرا. وغادي نبداو بالواحد، وما يمكنش نبداو الا ما كانش النظام. حاجه تفضل سيدي فاشا. خليها الله يخليك، صافي عطيها. ما تسكتش، يلا
بلاتي صافي خلي بلاتي خلي سي عمر هذاك الولد صافي فهمت زيد سير راني واقفين هنا راه ما ياخذوش شنو يخليكم طريق حال رئاسة سيد الباشا هما اللي كيشوفوا الناس اللي ما فحالهم سجلوا هذه المسألة الناس محسنين ما غرضهم حتى حاجة جاو يتهاجر شوية ورميرا نادي جيت المبادرة الإحسانية الشريف مساء الخير سي مصطفى نقول لنا شي قصيدة زجلية في حق اليتيم بطبيعة الحال قصيدة السلام عليكم ورحمة الله الميمون سيف لي من تاني كساني حيك مطروز بالمعاني مهموم في كل واد تلقاني وفين ما نقول الحل عقدة يتعقد بها لساني وفين ما نجي نفرح تبكي عيني من تاني يتيم خانتني ليام عنداني فوق ظهري الهم رماتوا القدار في حضاني القزاطين والكسوة حمرة والعروق خضرين ونحس كيف البراني القلب فضة والدمعات من ناس نحاس وناقوس الحزان فيق به الناس الحاقراني يتيم لا أب ولا خوت ولا أم سانداني أرجايا في الله الواحد ماله تاني ابكي يا عيني شحال قدك تفكر حتى تعيا وتلقى راسك وحداني إيه يا الغالي حتى لين نبقى فيك عديم الأم والبلاد كاينة ونحس كي ليتيم محروم عب فيك خادم ساكت ساكن ما بين نارين نار العار لها رافد والهم عليك فوق القلب جاتم مقصرة بحقي وعلاش نتسمى ظالم إلى الزيت فيك العين يا الزارعة فيا الوهام يا الخاونة مني الحلام بيك المولى عالم ساوي ما بين الأولاد وصلحي ما بين المخاصم ولا طغي مول جاه اللي مفكر نفسه خوه نساه وتفكر يوم المحشر ومحماه وحق اللي خلق السم في فم التعبان ومنه حماه وخلق العسل في بطون حل وحلاه إلى عطشية الغالية إلى عطشية بلادي نطلب الحق إغيش بشاه إيه يا بلادي شمس الشحال دافية وبرد يا مكساه وبرد يا مكساه كريم خرقوري نائب رئيس المنتدى المغربي للشباب الألفية الثالثة فرع شاوي والضيغة في حقه يعني تنظيم هذه المبادرة التضامنية كتجيب مناسبة ديال حلول أو اقتراب حلول عيد الفطر السعيد وفي العشر الأواخر شهر رمضان الكريم
هي مبادرة من المنتدى بدعم مجموعة من المحسنين ومن ذوي النيات الحسنة، وكيف شفتوا يعني السلطات المحلية هي اللي شرفات على تحضير ديال لهاد المبادرة باش انه يكون حياد ما يكونش تفيق يعني ما بين المستفيدين من هاد العملية. وعملية بطبيعة الحال كت المستفيدين فينا هي الأسر المعوزة، الأسر اللي في أهمس الحاجة الدعم، في أهمس الحاجة الالتفاتة بهذه المناسبة الدينية الكريمة، وكتماشى مع السياق اللي كيدعي ليه جلالة الملك محمد السادس من أجل دعم الأسر اللي في وضعية ديال الهشاشة، اللي في وضعية ديال الفقر. وما يمكننا بطبيعة الحال إلا ندفعوا بهذه المبادرة اللي كنتمنوا أنها يعني تشمل أو تجي في إطار يعني الكثير من المناسبات السنوية، خاصة مع الدخول المدرسي، لأن كاين عدد من الأسر المغربية اللي صراحة ما عندهاش الإمكانيات باش أنها تدخل وليداتها المدرسة، ولا أنها تقتني لها لا الكتب المدرسية ولا الملابس ديال الدخول المدرسي. بعد الفئات كتشوش على مثل هذه المبادرات مثل الشارع من يقول هناك حمل سيكابية قبل الأوان كذا كلمة بدأ. وحقيقة يعني أي عمل كيدار في هذه البلاد وإلا للأسف كتسقط عليه ديك النوايا السيئة وديك خلفية ديال تحضير الحملات الانتخابية. هذا عمل ولوي أنه يجي يعني في ظل أو في وسط الحملة الانتخابية فممكن إلا نشدوا باليد ديالو، ممكن إلا ندفعوا باليد ديالو، لأنه عمل يعني كيستافدوا منه الناس البسطاء، وأن عمل اللي السلطات المحلية هي اللي شرفت عليه العملية ديال التسجيل، ولدرجة أنها هي معايا واحد السيدة اللي جابت لي الاسم ديالها ولكن ميمكنش تقدم لها مساعدة، ولو أنني كنعرفهم أسرة معوزة، لأن العمل ديال التسجيل شرفت عليه السلطات المحلية وميمكنش أننا ندخلوا في العمل ديال السلطات المحلية فيما يخص هذا العمل باش نضمنوا أن السير ديال العملية في واحد الجو ديال الحياة. الحياة